أنا عشت في بيت كل حاجة فيه مرتبطة بالكورة، كؤوس، أعلام، صور، مباريات، كل ركن في البيت فيه كورة، فيه ألوان الزمالك. وأنا صغير لاحظت شهرة أبويا في الشارع، ببقى معاه في العربية الناس بتشاور له، أي مكان الناس دايما تتلم عليه، مع إني ما شفتوش وهو بيلعب، بس كنت دايما نفسي أطلع زيه، كان نفسي دايما الناس تحبني زي ما بتحب الراجل ده. حمادة امام كان دايما يقول لي يا حازم في لعيبه كوره كويسين كتير، بس مش كل لعيبه الكوره الكويسين الناس بتحبهم. وحمادة امام عاش طول حياته هدفه الناس تحبه، تفضل تقدره وتحفظ ذكراه. النهارده هحكي لكم جزء من رحلته واقرا لكم حكايات من مذكرات حمادة امام. زمان أحياء مصر كانت مقسومة نصين، نص بيلعب كورة كاوتش ونص بكورة شراب، وتقريبا كل اللي لعبوا كورة كاوتش طلعوا أصحاب مهارات. وفي زمن كان أشهر حاجة فيه دورات الشوارع، الجمهور في الخمسينات اتعود يروح المنير يتفرج على حمادة أمام أو المانيال عشان يشوف ميمي الشربيني وطه إسماعيل. الحقيقة إن يحيى أمام جدي كان كابتن نادي الزمالك ومنتخب مصر، بس كان رافض ابنه يلعب كورة عشان ما يبعدش عن الدراسة ومحدش يقوله بيلعب بالواسطة، بالظبط زي ما بابا كان بيعمل معايا. المهم علي شرف اقنع حمادة امام يلعب للزمالك في السر، على اعتبار ان اكيد يعني اخبار ماتشات الناشئين عمرها ما توصل لابوه. وفي ماتش الزمالك كسب 24 جول، سجل منهم حمادة امام 18 جول. وطبعا لما الصحافه شافت النتيجه وعرفوا كمان ان ابن يحيى امام كتبوا 100 مانشيت وابوه عرف كل حاجه، لكن ال 18 جول شفعوا لحمادة امام واقنعوا جدي يحيى امام انه يكمل. ووصل لان تحت 20 سنه استدعوه، ومش في اي ماتش، لا ده ماتش القمه. وقتها إدارة الزمالك قالت إن الأمل في الفوز اسمه حمادة أمام، لكن الورطة أيامها حمادة كان عايش مع جدي نائب الحاكم العسكري في غزة. فجأة وصلوا الحل ونقلوه بطيار عشان يوصل قبل الماتش بأربع ساعات، ويقول لحارس الأهلي هاتها من الشبكة، وقتها من الشبكة في خمس جوال. وبعد الماتش ده اتصعد الفريق الأول، وجي أول ماتش ليه وكان ضد الترسانة. كابتن حمادة لعب راس حربة وفي أول ربع ساعة ملمسش الكورة. المدرب قال له يا حماده روح وينج رايت، وزمان كان اللي بيلعب وينج رايت دي يعني معناها الخطوه الجايه هيطلع بره خلاص في اول تغيير. وشوف بقى الحظ اللي كابتن حماده امام مؤمن بيه جدا في الكوره، حسين العقر مدافع الترسانه طلع الكوره بالراس فراحت هناك عند الوينج رايت، ومين يقابل؟ ومين يقابل خد حماده امام فيرست تايم في البعيده. كابتن حلمي قال له لا ده انت تدخل راس حربه تاني، ومن ساعتها الثعلب ما سابش الملعب. ولقب الثعلب ده ليه قصص كتير، يمكن احلاها من مدافع سكندري عظيم اسمه كابتن بوبو. كابتن بوبو كان من المدافعين الجامدين الاقوياء. حماده امام كان يروح يقف جنبه ويقول له اخبارك ايه، اخبار باباك ايه، طمني عليك، كله تمام، خارج من المستشفى، يثبته يعني. بوبو بقى يجاوب، وهنا حماده امام هوب يسيبه ويستلم الكوره وشكرا يجيب الكوره جون. وفي الماتش اللي بعده يقف جنبه تاني لحد ما بوبو قال له حماده والنبي على ابويا كويس وامي كويسه وكسبني في حالي. الحركه دي بقت تريد مارك يعني لحماده امام مع كل مدافعين مصر، كان بيثبتهم ويتكلم معاهم وبعدين تك يجيب الجون. عشان كده لما جه ماتش حسم لقب الدوري بين الزمالك والاولمبي، كابتن سكران قال لزميله في الدفاع كابتن محمود بكر الله يرحمه حماده امام النهارده ما يفوتش. عبده نصح لعب كره طويله وعاليه لحماده اللي وقف بظهره للجون، المدافعين افتكروه هيستلم على صدره، قام على طريقه قادمونه من الخلف مفوتها لنفسه ومعدي من الاثنين وبقى في وش الجون. بكر قال لسكران قعدت تقول له هيعدي منك او عدى مننا احنا الاثنين. المشكلة ان حمادة امام شاط الكرة في العارضة وردت بكرة لعز الدين يعقوب سجلها، والاولمبي يومها خد مننا الدوري. لكن كابتن حمادة عوض جمهور الزمالك وكسبنا الدوري بعدها، ومن ملعب اسماعيلية القديم، ملعب لو واحد من جمهور مد ايده جيبك. الزمالك كسب 1-0 بجول كابتن عفت، لكن الضحك بقى ان الجمهور فضل يهتف حمادة حمادة، وعفت يطلع لهم من العربية لهم يا جماعة انا اللي جبت الجول، انا اللي جبت لكم الدوري. الجمهور كان بيعشقه، ويمكن بص شوف حمادة بيعمل ايه، اللي كان بترج الاستاد تخليه اول لاعب يتعمل له رابطة واغاني. هتاف فضل يأثر في والدي حتى بعد اعتزاله لما بقى بص شوف زمالك بيعمل ايه. يمكن دموع حمادة امام كانت عزيزة، رغم كده كانت بتنزل بس لما بيسمع او يحكي عن تاريخ الزمالك. الزمالك بالنسبة له ما كانش مجرد كيان، الزمالك كان اكبر من كده، الزمالك كان روحه.
صحيح تجربة وفاة الأب من أصعب التجارب، لكن التجربة بتكون أصعب لما تلاقي والدك دايما حواليك، كل فيديو بتفتحه تلاقي صوته موجود ويفكرك من تاني. لكن اللي صبرني ان كل ما افتكره، كل ما اي حد هيفتكره، مش هيلاقي غير صورة جميلة لانسان عظيم كل احترمه، تحول لرمز، حببنا في الكورة وحبب كتير في نادي الزمالك.